دي اللعيبه اللي انت بتتخانق عليها. طيب هو ده الدوري بتاعك للاسف. هي دي الكره اللي انت اتعلمتها. ممكن اقول لك مفارقه مهمه؟ قول. احنا عندنا الراجل فيتوريا المدرب بتاعنا الجميل بياخد 200,000 دولار، سواء بقى هو لوحده هو جهازه مش مشكله. يورو. الرقم يورو يورو ماشي، الرقم كبير جدا. في المقابل تلاقي دي سابر ده باقل الامكانيات بمنتخب ضعيف جدا 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 بياخد 20,000 دولار يا شيخ. 18 يا سيدي 30,000. 18 ما ال 20 لو الرقم ده يا جماعه صحيح 18 ولا 20 دولار دول يفرقوا دولار ولا ال 1000 يورو. لا طب لا دي احنا في كارثه. طب ما اقول لك دي جريمه ثانيه. طب ما اقول لك انت جبت سيره بخلاف كده. معلش يا كابتن وائل بخلاف كده معلش، يعني مع كامل احترامي وتقديري، احنا مختارين جهاز فني ما فيهوش غير عنصر واحد مصري، الكابتن ايمن عبد العزيز عمره ما مسك منتخبات قبل كده، والناس اللي تمرست في المنتخبات تمام، الناس اللي تمرست في المنتخبات وهم كتير مشيناهم اللي هو روحوا انتوا ايه خلاص خدتوا فرصتكم في المنتخبات، خدتوا خبرات خلاص، انتوا عايزين ايه تاني؟ يلا مش احنا عايزين نجيب ناس جديده تجرب، نجيب فيتوريا اول مره يمسك منتخبات، نجيب ايمن عبد العزيز هو اصلا انا ما شفتلوش كامل احترامي لشخصه، انا بتكلم فني يا جماعه بنتقد فني، انا ما شفتلوش اي دور قبل كده مع اي نادي حتى مش مع منتخب. يا جماعه المجاملات نتيجتها كده، المجاملات هي دي النتيجه الطبيعيه. حاجه غريبه جدا النتيجه دلوقتي ان احنا نلاقي مدرب زي دي صبر ونلاقي منتخب زي الكونغو تصريحاتهم كلها تقول يقول لك ايه بعد الماتش، يقول لك احنا كان ممكن نسجل عدد وافر من الاهداف في منتخب مصر. في منتخب مصر قال كده كابتن شريف دلوقتي، احنا وصلنا للدرجه دي يا امير؟ ده احنا عندنا مشكله. حسام البدر يا راجل لما مسك، راجل لعب 9 ماتشات ما خسرش ولا ماتش، كسب 7 ماتشات وتعادل ماتشين، ومحمد صلاح ما لعبش معاه ولا ماتش. انت متخيل؟ ادي المدرب المصري بتاعك ايهاب جلال مسك معاك شهرين، اقسم بالله انا الفتره دي كنت هتشل اكن مثلا ما شاء الله، يعني الكره كانت في السماء ونزلت الارض مع ايهاب جلال. احنا ليه يا جماعه دايما بندعم الفاشل؟ ليه بنجري ورا المصلحه بس؟ احنا ليه يا جماعه مش شايفين نفسنا؟ ما عندنا في مصر امكانيات كويسه والله، وباقل الفلوس. كابتن حسن شحاته واخد 3 بطولات سوري، يعني يا اللي ما بتفهمش ها، بمدرب مصري. كابتن محمود الجوهري في 98 واخد مصري. عايز ايه تاني؟ بس الجيل مختلف يا كابتن. انا بكلمك في حاجه تانية يا كابتن وائل، لازم نعرف انا الجيل مختلف. الجيل مختلف. هل التجارب الاجنبيه نجحت معانا كمنتخب يا كابتن وائل؟ لا العقليه. بص يا كابتن وائل انا بتكلم عامه مع احترامي برضه شريف، انا معاك يا كابتن وائل، انا معاك برضه، بس اسمعني بعد اذنك، بس هقول اكمل بس النقطه دي وبعد كده اتكلم براحتك. وهرجع تاني لنقطه الفلوس اختلفت يا كابتن. يا جماعه والله العظيم حط النقطه دي مربط الفرس. ايوه فلوس هل ايه؟ هل شغل 2006 و2008 و2010 انت مجموعه اللعيبه اللي معاك دي يا كابتن وائل، ثواني بس معلش، انت لما يبقى معاك واحد زي محمد صلاح وعندك تريزيجيه وعندك مرموش وعندك مصطفى محمد، اللعيب معلش مرموش وتريزيجيه ومصطفى ناس بتموت نفسها في الملعب. صلاح لو كان معاهم انا اقول لك صلاح ما كانش بيأثر في الملعب، ولكن هنا انت بتتكلم في العقليه الاحترافيه بتاعت المدير الفني، ولا عنده درايه بالكره الافريقيه ولا عمره مسك منتخبات. ما ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن شريف. ايوه ما ده معلش، يعني انت كان عندك ايه؟ كان عندك الكابتن حسام البدري، وبعدين مشي الكابتن حسام البدري جبت مين؟ ايهاب جلال. جبت الكابتن ايهاب جلال، قعد قد ايه الكابتن ايهاب جلال؟ اسبوعين. قعد اسبوعين ما شاء الله. مشيت وايه؟ وانت جبت ايهاب جلال، ثواني بس، انت جبت ايهاب جلال عشان قلت ايه؟ انا معيش دولارات. ايوه انا ما عنديش دولارات يا جماعه، ده رئيس الاتحاد نفسه في مداخله تلفزيونيه قال لك انا معيش دولارات. طب اديك فلازم اجيب مدرب مصري، حلو قوي. بعد اسبوعين يا مؤمن بيمشي الكابتن ايهاب جلال وتلاقي الدولارات فجاه بقت كلها موجوده وبتدفع قد كده وبتجيب مدرب بقى الاخيب من كده يا خايبين، الاخيب من كده انك بتجيب مدرب اول مره يمسك منتخبات. وكلنا بقول لك هتقول لي ما انت كنت بتشد فيتوريا يا حبيبي، انا لازم ازق في المنتخب ده، منتخب بلدي لازم ادافع، لازم اساند. ما قدامناش غير كده يا جماعه، ما قدامناش غير كده، لازم نساند وندعم. لكن انت رايح تجيب مدرب اول مره يمسك منتخب وانت يا جماعه اعرفوا اسم مصر عامل ازاي في الكوره، حرام عليكم. تكمله بقى لكلامك يا امير والله العظيم، بص بقى يا كابتن وائل، انا حاجه انا يعني كنت المفروض ما اقولهاش بس هقولها، انا في مسؤول تواصلت معاه من فتره كبيره في المنتخبات، كان فتره تنظيم المنتخبات والشباب والحاجات دي كلها، قال لي والله احنا ما نقدرش نشكل منتخبات ناشئين دلوقتي. قلت له ليه؟ قال لي عشان ما نقدرش نديهم مرتبات. قلت له ايه؟ ما تهزرش. والله العظيم ثلاثه ده حصل من مسؤول كبير في الاتحاد الحالي. عايز حاجه تانية؟ ما يقدرش يدوا منتخبات. والله العظيم ما قال لك والله ما نقدر ندي منتخبات مدربين منتخبات دلوقتي اديهم مرتبات ناشئين. قلت له ازاي يا كابتن؟ انت باصص لل 30 40 الف. طيب انا عايز بتوع واحد زي ده.
ومش باصص، وكان ايه معاه واحد جايب برازيلي منتخب اولمبي وجايب راجل فيتوريا خلاص. لا وكان عندك بنجاب مدير فني للاتحاد، مدير فني كده مؤقت للاتحاد، يعني دولارات حلوه. طيب للغريب سريعا عشان في كلام مهم جدا بخصوص ترك محمد صلاح للمنتخب، رايك ايه في حتى لو هو مصاب؟ لا هل ما عجبنيش، انا قلت لك، يا امير هل ده احد الاسباب؟ هقول لك تاني يا امير، دي اصابه خفيفه ما ينفعش تسيبها. انا هرجع ولو هي اصابه جسيمه اقول لك ماشي، لو هي فيها زي الشناوي مثلا الاصابه كبيره هقول لك ماشي لازم يروح بقى يتعالج، يعمل لا قدر الله عمليه قصه تانية، لكن اصابه خفيفه ما ينفعش تسيب المنتخب، لان هي سهله انك تعالجها وانت موجود هناك. طالما سهله انك تعالجها وهي موجوده هناك فالمفروض الافضل انك كان ممكن تبقى موجود مع منتخب مصر. انا كان رايي طبعا موجود، محمد صلاح لازم يفضل موجود مع المنتخب، لعيب مهم زي ده. الاصابه ما تستحقش اصلا السفر نهائي، يتعالج هناك. دي حاجه. تاني حاجه، محمد صلاح على فكره يا جماعه اللي انتوا هو شايف حاجه جوه المنظومه هتفشله ليه؟ ما هو اشاد بيها. لا ما هو اشاد بيها قبل ما يسافروا قدام الرئيس. ما هو لازم يشيل، ولازم يشيل. ليه لازم؟ ما هو نفسه، هو نفسه اللي انتقد المنظومه نفسها قبل كده يعني. هو لما فشل. طيب خليني عشان لازم اختم في الحقيقه للاسف الشديد يعني، او مش مشكله، انا الواحد عايز يختم اصلا، الواحد اصلا محبط ومش قادر يتكلم ومش طايق الدنيا يعني للاسف الشديد. اسمع يا سيدي الخبر ده، اتجاه داخل الاتحاد المصري لكره القدم لاقاله فيتوريا. هو انتوا لسه هتاخدوا اتجاه؟ انتوا لسه هتاخدوا الاتجاه اتجاه مين؟ ولا تمهد ولا حاجه يا سيدي، ما تمهدش يا حبيبي، لا خلاص خد القرار. قيل المفروض البيان يكون بكره الصبح، وبعد اذن حضراتكم بعد ما تقيلوا الراجل استقيلوا يرحمكم الله.